وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وفيها سنستضيف الفنانة الجميلة جدا هاجر نعمان. هاجر، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك. الله يحييك هاجر. أو بالبداية نحب نتعرف، من هي هاجر نعمان؟ عرفينا عليها. أنا هاجر محمد عبد الرقيب نعمان، من محافظة تعز، من الحجيرية ذبحان. أدرس إعلام مستوى ثالث. جميل. وأحب أغني. طيب، طالما تحب تغني، كيف ومتى كانت بدايتك مع الغناء؟ كانت البداية منذ الطفولة، يعني أبي اكتشف الموهبة وأنا صغير. أوه جميل. أيوة، بعدين كيف تطورت؟ كانت البداية من الملالة. كنت أسمع جدتي تلالي وأقلده. جميل. كنت أقلده يعني صح، فاكتشفوا الموهبة من هنا. جميل. طيب، الألوان الغنائية اللي تحبي تغنيها؟ أكثر الألوان الغنائية اللي أحب أغنيها الألوان الطربية واللون التعزي. الأسبوع الماضي كان معك فيديو أنت ومجموعتك، كنتوا غنيتوا فيه في أغنية من ضمن فن خفافي، جميلة وانتشرت لك. الآن بروح نشوفها بعدين نرجع نكمل اللقاء. بكر غمش بيت طلي والرشاشي، بكر غمش بيت طلي والرشاشي، بكر بكر قاب لطيور ماشي، بكر بكر قاب الفيديو الظريف هذا واللطيف لاقى رواج رهيب جدا كما لاحظت انت كمان. هل توقعتم يكون له هذا الرواج والنجاح الكبير؟ الفيديو كان مخطط له يعني من قبل ان احنا نصور، بس ما كناش نتوقع انه بينتشر بهذه الرهابة، يعني وصل لاكثر من دولة عربية تقريبا. طيب، حتى من كثر ما انتشر كان في كمان فيديو تقليد لفيديوكم، ايش شعرتوا تجاهه؟ ايش كانت ردة فعلكم؟ ايوه، لا انا يعني شخصيا يعني ما كنتش في اي يعني مضايقات او شيء، بالعكس. ايوه، ما كانش باين السخريه قد ما كان هو لطافه يعني تقليد فقط. ايوه، عادي جدا والله. جميل. طيب، معاكم مشاريع قادمه او انت بالذات معاكي مشاريع بعد هذا المقطع؟ عني شخصيا يعني خارج عن الفرقه، ايوه معي اعمال ان شاء الله برتبها وبتخرج بوقتها، كل حاجه بتخرج بوقتها. بالنسبه للفرقه ايوه كمان مجهزين اعمال، نشتغل على انفسنا يعني جهود ذاتيه بس. جميل. لكن الاعمال اللي قلت مخصصه بك يعني ايش نوعه؟ تراثية. جميل. طيب، لو نرجع نتكلم كمان عن هذا المقطع، لماذا حدث هذا كل النجاح برأيك؟ إيش هو السر؟ السر إنه يمكن الحالة اللي أنت تعيشها محافظة تعز، بحالة الكبت، حالة كل الناس متعطشين لأنه يسمعوا حاجة حلوة، يشوفوا حاجة حلوة. يعني الحرب خلتنا نتجه اتجاه ثاني للسلاح والدم، نشتي حاجة ثانية، نشتي حاجة تعبر عن السلام، نشتي حاجة تعبر عن الحب، فأظن أنه كذا هذا السبب. والغناء أسمى تعبير عن الحب والسلام. طيب، أكيد في مسيرتك المهنية ما بدأتي لما وصلت اليوم واجهتك صعوبات أثناء تعلمك وفي الغناء، لو تذكري أبرزه. صعوبات أثناء إيش؟ لما كنت تتعلمي الغناء
ولما الآن بدأتي تغني وتظهري للجمهور، إيش هي أبرز الصعوبات اللي واجهتيها؟ صراحة يعني ما كانش في صعوبات، لأنه أبي يغني، أخي يغني، عائلتنا أصلا يعني متجهة نحو الفن شوية، ما كانش في صعوبات كثيرة. جميل، أصلا فنانة. أغلب أصدقائي فنانين، يعني ما كنتش أحصل يعني صعوبات أيوة. طب كعائلة ما فيش عندكم مشروع غنائي قادم؟ كعائلة يعني كلنا لا، مع والدك، مع أخوك؟ برضو لا، يعني والدي كان يغني زمان يعني أيام شبابه، يعني كان في معهم فرقة موسيقية زي الآن اللي نحن نعمل الآن نشتغل عليه، وخلاص وبطل يعني ما عاد كملش. طيب فكروا ورجعوا، وأخي برضو نفس فكرة الكلام جميلة، بس برضو بطل ما عاد كملش. فكروا وعملوا، بتكون حاجة جميلة وجديدة إن شاء الله مستقبلاً. طيب هاجر، أنت فتاة جميلة وصاحبة صوت جميل في المجتمع اليمني إن شاء الله، وعارفة إيش الصعوبات اللي في المجتمع اليمني والضيق اللي في المجتمع اليمني، كيف تقيمي تقبل المجتمع لموهبتك خاصة وكونك فتاة؟ عن موهبتي وعن ظهوري وأنه أنا فتاة وأطلع أغني وأنشر الفيديوهات وكذا. أنا عن نفسي يعني أهلي سامحين لي إني أكون أقدم هذا الشيء ويفتخروا باللي قدموني، هذا يكفيني أول حاجة. جميل. ويشجعوني كمان. جميل. ثاني شيء الحمد لله ما قد شفتوش يعني انتقادات كثيرة، يعني الانتقادات السلبية يمكن 20%، مش كثيرة يعني. رهيب، وطبيعي في حد لازم ينتقد، لكن كيف تتقبلي انت الانتقاد وروحك جميلة جدا. طيب لو نتكلم عن موهبتك الغنائية الآن، كيف تنميها؟ ايش تعملي؟ هل المسألة دراسة أم معتمدة فقط على الموهبة وموهبة والدك وعائلتك؟ والله هي موهبة بس أنميها، يعني أحاول أنني أسمع كثير، أسمع لوالدي كثير يعني ملاحظات لأنه فاهم بهذا الشيء، أدرس بمعهد موسيقى، كنت كمان مع أصدقائي بمحافظة صنعاء كنا ساكنين، كنا نكون جروبات كل واحد يعلم الثاني اللي أي حاجة فاهم له بموضوع الموسيقى، بهذه الأمور كل واحد يفهم الثاني، يعني ما هملتش الموضوع نهائيا، وعادني يعني قيد التطوير إن شاء الله. البيئة اللي حولك جميلة وتساعدك كثير، طيب إيش المواهب الأخرى اللي تتميز بها هاجر؟ ما سمعتكش. المواهب الأخرى التي تتميز بها هاجر؟ يعني أكثر موهبة أنني أغني، يعني أكثر موهبة أني مركز عليه، يعني أحب الرسم، أحب هذه التصاميم، أحب يعني طيب. الحاجة اللي هي في بفن، أي حاجة في بفن أنا أحبها. رائع. طيب هاجر، الجمهور طبعا ايش يتابعك ويتابع أعمالك، كيف ممكن يتابعك؟ فين ممكن يلاقيك دائما؟ عندي قناة باليوتيوب. جميل. باسم هاجر نعمان. جميل. أكثر الأعمال أنزلهن هنا بالقناة نفسها وبصفحتي بالفيسبوك. جميل. وبصفحة الانستغرام وهذه المواقع التواصل الاجتماعي. ومن هنا دعوة للاشتراك ومتابعتك على صفحة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لك. طيب هاجر، ما الذي تنتظري من الجمهور المتابع لك والمتفاعل معك بشدة وفرحان فيكي؟ لو سمحتي عيد السؤال. ايش اللي تنتظري من المجتمع ومن الجمهور المتابع لك اللي يحبك ومتفاعل معك بشدة؟ والله أتمنى يشجعوني، يشجعوني ويحبوا الشيء، لو يحبوا الشيء اللي قدموا أني بزيد أعمل حاجات أكثر. جميل. للي يحبوني واللي ما يحبونيش. جميل. طيب عشان نختم اللقاء ويكون ختامه مسك، وعشان هذا الجمهور اللي يحبك ينطرب كمان، إيش بتغني لنا اليوم؟ ما
عادي اي حاجه بغني طربي تعزي، بس افضل التعزي، اللون التعزي. تفضلي. مهما يلون الحنين شصبر ورا عينك سنين، واعطيك كل العمر ما دامك على عهدك امين، والم لمشواقي واحراقي واعطيها قلوب اللائمين. الله، بس ايش هذا البخاله؟ سيدي كمان مقطع اذا. شكرا. هذا لو تسمعيني، سمعتيني طلبت منك مقطع اخر، ممكن يكون طربي، ممكن تكون اغنيات. أيوة. كل ده كان لي، انا سمعت لك في اليوتيوب وكانت جميله جدا جدا جدا. اشكرك والله. طيب ان شاء الله لحظه بس. كل ده كان لي لما شفت عيني حن قلبي لي وانشغلت علي وانشغلت علي، كل ده كان لي. الله يا هاجر، هاجر النعمان الفنانة الجميلة، أشكرك جزيل الشكر، أتمنى لك كل التوفيق. شكرا.